السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إيش أخباركم؟ طيبين؟ طيب هناخد الآن فصل، إحنا خلصنا الإنتاج مش كده؟ طيب الحمد لله. باقي لنا الفصل 11 والثاني عشر، 11 والثاني. اوكي هناخد الوظيفة الثالثة من وظائف المنظمة اللي هي ايش؟ الموارد البشرية او ادارة الافراد او وظيفة الافراد. هنشوف الان في البداية مفهوم لادارة الافراد ووظيفة الافراد. اوكي وبعدين هنشوف ايش هي المهام اللي بتقوم بيها ادارة الموارد البشرية. بالنسبة لوظيفة الأفراد هي عبارة عن إيه؟ يعني الوظيفة دي لها علاقة بالموظفين، بالعاملين، بكل الأنشطة اللي لها علاقة فيهم، بتمارسها الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تدبير القوى العاملة، يعني كيف تشغلهم، كيف تعينهم، ايش نوعهم، ايش مهنهم، طب متى تعينهم، طب كيف تحافظ عليهم، كيف تديهم رواتب، كيف تحفزهم، في التربية، في التعويض، في تنميتهم، تدريبهم، فهمتي؟ كل حاجة لها علاقة بالعاملين بتقوم بها وظيفة الأفراد. طب إدارة الأفراد هي الكيفية اللي بيتعامل فيها المدير مع العاملين معهم من المرؤوسين، ومن خلالهم بيحقق الأهداف المطلوبة. طيب يعني وظيفة الأفراد تعتبر أحد وظائف المنظمة، إنما الإدارة فهي وظيفة كل مدير. أوكي يعني إحدى وظائف الإدارة. هذه في أول صفحة طبعا اللي هي في الفصل اللي هي التفرقة بين مفهوم إدارة الأفراد ووظيفة الأفراد. هنيجي في جزئية عندك، طبعا هذا التعريف اللي دوبنا اخذناه. في تعريف في سوري عنوان مكتوب تطور إدارة الأفراد، تطور إدارة الأفراد من صفحة 317، اللي هي كم من صفحة؟ 336، 336. طيب عندك ملغي، يلا نبدأ نعد الصفحات، اثنين صفحتين بس، إلى إلى ثانية، لا والله حتى ثانية، إيش هذا؟ كله ملغي؟ إلى ثالثا، إلى ثالثا، قولوا لي صفحة كم؟ إدارة، لا والله استنوا، إيش هذا؟ أنا مأشر عليه، مش ممكن ملغي ملغي، ليه كده؟ إلى رابع، طيب إلى رابع، إلى رابعا مهام وظيفة الأفراد. إيه زعلانة مرة كتير كده ملغي، للأسف يعني مكتوب ملغي إلى 346، صح؟ رابعا في الصفحة 346، يعني 10 صفحات والله كتيرة. المهم من 336، مظبوط قلوي 346 ولا كم؟ يا بختكم، هيا افرحوا، 10 صفحات بس في البداية المفهوم اللي قلته معانا. بعدين نروح فورا لرابعا مهام وظيفة الأفراد، ندخل في الأشياء الأساسية أهم شيء، يعني بلاش في الأول منهج أبوي، منهج مش إنساني، منهج كذا، هذا أوكي للتخصص اللي بيتخصص مرة في الموارد البشرية، تاريخها، تطورها والكلام ده. إحنا لنا في المهم ونعرف إيش هي مهام وظيفة الأفراد، تمام؟ فحنيجي نلاحظ إنه هذه الوظيفة بتشمل عدد من الأنشطة المهمة وعدد من الوظائف الهامة، اللي هي إيه؟ التوظيف، التنمية أو التنمية والتدريب، التعويض المادي والصيانة والخدمات الاجتماعية وبحوث الأفراد. أوكي؟
فحنيجي هنا نشوف أول واحدة، ناخد وظيفة وظيفة ونناقشها ونفهمها. أول وظيفة اللي هي التوظيف. التوظيف طبعا هي عبارة، يعني إيش توظيف؟ يعني إن أنا أدرس مصادر القوى العاملة، كيف أوفرهم للمنظمة، وأعرف بالضبط عددهم وإيش يحتاجوا بالضبط. طيب التعويض المادي هذا بشكل عام، دحين احنا بنتكلم عنه وبعدين ناخذها بالتفصيل. التعويض المادي نقصد فيها كيف نقيم الوظائف، وبعدين نحدد ايش هي الاجور والرواتب ونظام الاجور، وقد ايش مثلا حندفع حوافز مادية ولا معنوية وايش نوعها بالضبط. بالنسبة للتنمية والتدريب نتكلم عن اهداف التدريب، طب ايش هي ابعاد العملية التدريبية، كيف نتابع، ايش الفرق بين التدريب والتنمية. التدريب ليس التنمية، اوكي، مختلف. كيف، ايش الفرق بين التدريب والتنمية، اساليبها. هنتكلم عن الترقية والترفيع، بعدين هنتكلم عن الصيانة اللي هي بتتكلم عن السلامة المهنية والامن الصناعي والخدمات الاجتماعية وبحوث الافراد. هنيجي اول حاجة لهدف وظيفة الافراد اللي هو ايه هدفها، انه هي بتحقق استخدام فعال للموارد البشرية. اوكي، وطبعا هذه بالنسبة لكل المستويات الادارية في المشروع. ايش اهمية الوظيفة دي؟ انها بتدير العنصر البشري وهو اهم عناصر الانتاج. حنجي لاول واحدة، اول وظيفة اللي هي وظيفة التوظيف، حنجي نتكلم عنها. المقصود بها توفير الكوادر البشرية اللازمة للمنظمة. طيب هذه بتتم بعدة مراحل. المرحلة الأولى، طبعا المراحل الأساسية لعملية التوظيف، برضو من واقع الحياة أنت عارفة بالضبط إيش يعني، ما هي عملية صعبة. إنه المفروض الشركة بتخطط احتياجات المنظمة، بتقول مثلا أنا أحتاج كم عامل وكم فني وكم مهندس وكم موظف إداري وكم كذا، كما ونوعا وتوقيتا، يعني متى أعينهم وكم عددهم وإيش أنواعهم وهكذا. كمان بتدرس مصادر القوى العاملة، يعني من فين أنا حجيبهم، حجيبهم من مصادر داخلية أم خارجية، كل ده حناخده بالتفصيل. كمان وبعدها بعد ما أدرس المصادر أختار العاملين. طيب بالنسبة لتخطيط الاحتياجات من القوى العاملة، أول نقطة اللي هي هنا، هذه أول مرحلة. هنبدأ ناخد المرحلة دي ونشرحها. المرحلة الأولى اللي هي تخطيط الاحتياجات من القوى العاملة. طبعا أول حاجة إنه بتقوم بيها إدارة الأفراد، إنه هي تقوم بتحليل هيكل القوى العاملة. يعني إيش تحليلها؟ يعني أحدد إيش العدد المطلوب من الموظفين أو من العاملين، وإيش بالضبط المهارات المطلوبة. بالنسبة لتحليل الوظائف يتكون من نشاطين، هما تحليل الوظائف، يعني هذا يسمى معيار الوظيفة، وتحديد مواصفات الوظيفة. مواصفات الوظيفة نقصد فيها معيار الموظف. بالنسبة لتوصيف الوظائف، أول واحدة هذه نقصد فيها تحديد محتوى كل منها وطريقة أدائها. يعني لما تعملي توصيف الوظيفي، يعني بتقولي الوظيفة هذه كيف طريقة تنفيذها، ايش تحتاج، مين اللي لازم يشتغل في هذه الوظيفة، ايش مواصفاته، لازم عنده كذا متوفرة في يعني الوظيفة هذه، كيف يتم تنفيذها او كيف بتحقق الهدف. تحديد مواصفات الوظيفة هي العملية اللي بترتبط بايش، بالتحديد الدقيق للي حيشغلها. اذا هنا الوظيفة نفسها ومواصفاتها بالضبط، وتجي مواصفات الوظيفة يعني الموظف اللي حيشغلها ايش بيكون، يعني دارس ايه، متدرب ايه، مواصفاته بالضبط ايه. طبعا الحاجتين دي مهمة جدا ومرتبطة ببعض في عملية تحليل الوظائف. كمان تجي خطوة تحديد الأعداد المطلوبة، يعني اعرف كم او حجم العمل الخاص في المنظمة في الفترة المقبلة اللي أنا بخطط لها، وقد إيش أحتاج منها، أعرف أنا إيش عبء العمل وقوة العمل هذه. كده بشكل سريع يعني أنا بديك الملخص.
بالنسبة لدراسة مصادر المرحلة الثانية من التوظيف اللي هي دراسة مصادر القوى العاملة. يعني ايش مصادر القوى العاملة؟ يعني اعرف كيفية، او يعني المقصود فيها يعني كيفية جذب الافراد واستقطابهم للعمل. يعني كيف انا ابحث عن هذول الافراد واقول لهم تعالوا يشتغلوا عندي واوفرهم من مصادرهم اللي هي الداخلية والخارجية. عندك المصادر الداخلية أقصد فيها كيف من تلخيصي، عندك الشرايح في نفس الوقت النقاط اللي أنا بشرحها موجودة عندك في الكتاب. أوكي، أقصد أنا ما بأخذ كل النقاط ولا كل المعلومات اللي في الكتاب، بحط لك هي هنا. مصادر داخلية يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أوفرهم من الموظفين الحاليين الموجودين في المنظمة. ممكن أرقي بعض الموظفين، ممكن أنقل موظفين من فرع إلى فرع، وكده أنا وفرت لنفسي موظفين من المصادر الداخلية يعني عن طريق الترقية والنقل. أو مصادر خارجية من خارج المنظمة أو من خارج الشركة، وهي طبعا هنشوفها الآن. طبعا بناء عليها أدرس السوق وأشوف إيش موجود من نوعيات مختلفة للعمالة. طيب طبعا المصادر الخارجية ليش هي هنا ما هي في الشرايح؟ دقيقة، مهمة تكون هنا. في عندك مصادر خارجية بس ما هي موجودة في الشرايح، لازم تكتبيها وتعرفيها. شبه موجود عندك في الكتاب المصادر الخارجية اللي من خارج المنظمة. يعني ممكن أنا أعلن عن الوظائف الشاغرة، أعمل أنزل إعلانات في الجرائد زي لما تقرأ في الجريدة بتقول في أو في المجلات المهنية أو كذا، إنه والله مطلوب موظف، مطلوب معالج بيانات، مطلوب مهندس كذا، مهندس كهرباء مطلوب. فإذا يا عن طريق الإعلانات يا عن طريق إني أنا أتصل بمكاتب العمل أو التوظيف، لانه في مكاتب خاصه اللي هي بالاتش ار اللي هي الهيومن ريسورسز، او ممكن عن طريق الجامعات والمعاهد زي ما بيحصل. الشركات بتروح، الشركات الكبيره زي سابك وارامكو واخت السعوديه بياخدوا الطلبه اللي هم بيدرسوا بالجامعات او خريجين الثانويه اللي هم طبعا المتفوقين جدا، ويتبنوهم ويدفعوا لهم مصاريف الجامعه ويخلوهم يدرسوا ويتخصصوا على حسابهم، وكده هم ضمنوا يعني مواصفات معينة في الموظف هذا حسب ما هم محتاجين. فهذه تعتبر من المصادر الخارجية. كمان النقابات العمالية ممكن تساعدني، كمان التوصيات الشخصية للعاملين الحاليين. يعني يكون عندي موظف بيشتغل في الشركة أو مجموعة من الموظفين، المهم يدلوني والله في قريبي، في مش عارفة مين، في صديقنا، في جارنا كذا، فيدلونا على هدول الموظفين، وكده هدول يعتبروا مصادر خارجية لأنه بيجوا من خارج الشركة. وطبعا الشركة أو المنظمة هي اللي بتختار الوسيلة اللي تناسبها بعد ما بتعمل لهم إيش. هنشوف الآن كيف تختار هدول الموظفين. بالنسبة لاختيار أفضل المتقدمين، خلاص عرفوا المصادر وندلوا على الموظفين هدول، يقوموا يدرسوا يشوفوا مدى التوافق بين الفرد هذا اللي دليتهم عليه أو اللي وصلوا له هم، يعني إيش في توافق بين الفرد، مواصفات هذا الفرد أو مواصفات الموظف ومواصفات الوظيفة. اني انا ابدا اقارن وافاضل بينهم، اعمل لهم اختبارات، اعمل لهم مقابلات شخصيه. ايش كمان ممكن في البدايه؟ مقابله مبدئيه واشوف. طبعا اول شيء ابعتوا هم السي في تبعهم على موقع الشركه، حنشوف السي فيات حقتهم او السيره الذاتيه حقتهم، ومنها ممكن استبعد انا بعض السيره الذاتيه اللي هي ما بتتناسب او ما تتفق مع الشروط اللي نبغاها. بعدين ايش نعمل؟ نيجي نعمل مقابلة شخصية. المقابلة هذه الشخصية ممكن من خلال المقابلة دي المبدئية انا استبعد ناس كثير، يعني اتأكد من صدق المعلومات اللي هم كاتبينها، وممكن يعني حاجات كثير
تخليني ايه استبعد بعض الملفات. بعدين اقوم اعمل طبعا بعد ما تحققت من كل حاجة خلاص ومن البيانات دي صحيحة ولا لا، افترضي انا ابغى يكون حاصل على درجة لغة معينة او يعمل اختبارات للتعيين وهذه، فنحدد له اختبار، يقول له عندك اختبار تحريري، عندك اختبار شفوي، روح قدم، روح اعمل اليوم الفلاني، تعال اختبر. بعد ما تطلع نتيجة الاختبارات نرجع نعمل له مقابلة شخصية ثانية. اوكي، في هذه المقابلة طبعا وقتها يعني بيحددوا ويشوفوا ويحكموا نهائيا بخصوص هذا الموظف. اوكي، بالنسبة لوظيفة التعويض المادي يعني بنحدد مقدار الراتب او المبلغ او التعويض اللي يجب دفعه للافراد مقابل الجهود اللي بيقدموها للمنظمة. طبعا هذه بتتطلب الوظائف هذه الفرعية انه احنا نقوم بيها حتى نحدد هذا الراتب. طبعا مش اي واحد كده تيجي تديله الراتب، لازم عندك مجموعة من الوظائف الفرعية تقومي بيها. زي ايه؟ انك تقيم الوظيفة، انت لما تقومي بتقييم الوظيفة دي تحكمي عليها، شوفي يعني الوظائف الاكثر قيمة يعني اللي مراتبها يعني قيمتها عالية، مثلا وزير راتبه ما حيكون زي راتب عامل عادي، فاذا الوظائف الاكثر قيمة او الطبيب او المهندس بتكون هذه اكثر قيمة الوظيفة، وطبعا راتبها واجرها بيكون اعلى من الوظائف الاقل قيمة. اوكي، فبعد ما بقيم هذه الوظائف اقوم ايه بتحديد الاجور والرواتب. نيجي لخطوة تحديد الاجور والرواتب، هنا الوظائف الاكثر قيمة بتكون اجورها اعلى قيمة من الوظائف الاقل. طيب الاجور والرواتب يتم تحديد الأجور طبعا بناء على تقييم الوظائف. طيب قيمنا الوظيفة وعرفنا إنه هذا مثلا مهندس هياخد كذا راتبه، مدرس، أستاذ، إيش تاني، مندوب مبيعات، بائع، مصمم إعلانات، صحفي، أي حاجة. طيب في أشياء أو في عوامل بتؤثر على تحديد الراتب، مثلا مستوى المعيشة في الدولة، أكيد الموظف اللي هنا بيشتغل في السعودية راتبه غير الموظف اللي بيشتغل مثلا في دولة أفقر أو دولة فقيرة، حسب مستوى المعيشة، إذا كان مستوى المعيشة مرتفع في الدولة بيكون راتبه أعلى. مستوى الأجر السائد في المنظمات المماثلة، يعني كمان أنا كشركة أو كمنظمة هشوف المنظمات الثانية الشبيهة بيا اللي بتقدم أقصد نفس المجال نفس الإنتاج، فرضا أنا شركتي بتنتج سيارات، إذا الشركات الأخرى اللي بتنتج السيارات هذه أو بتصنع سيارات إيش بتدفع رواتب؟ فيكون برضو ممكن على نفس مستوى الأجر السائد في المنظمات المماثلة. كمان يعتمد على المنظمة نفسها قادرة تدفع ده الراتب ولا لأ. كمان وانا بحدده اشوف قدرة المنظمة على الدفع، هل هي قادرة ولا لا. غير كده الدولة احيانا بتضع حد ادنى للاجور، يعني زي ما لاحظت الفترة الاخيرة هنا الحكومة ايش سوت، حطت وضعت حد ادنى للاجر وحددته ب3000 ريال. هذا شيء ما كان فيه موجود، يعني ما كان موجود قبل كم سنة، الآن وضعت الحد الأدنى هذا على أساس إنه ما يعني ما ينزلوا عن هذا المستوى، وبحيث إنه هي تضمن لنفسها يعني مستوى معيشة معين للأفراد، يكون مستوى مرتفع شوي، فحددت 3000 ريال. حتى صارت تدفع، تتذكروا كمان لما في أحد لا يعني سمعتوا أكيد إنه اللي هم المدرسات في المدارس الخاصة رفعوا رواتبهم على أساس صندوق الموارد البشرية بيدفع نص الراتب ونص الراتب المدرسة بتدفعه. طبعا صندوق الموارد البشرية بيمثل الدولة، فالدولة هي بتدفعه، يعني كل ده عشان ترفع من دخل المعلمة السعودية، فبيصير راتبها أظن
قريب 6000، على أساس 3000 من المدرسة و3000 من صندوق الموارد أو حاجة كده، أو 2500، فهمت كيف؟ فبيصير الإجمالي قريب 6000. هذا كله عشان الدولة تبغى تحافظ على مستوى معين للمعيشة للمواطنين. كمان القوانين والتشريعات الحكومية هذه كلها بتؤثر في تحديد الأجور. التأمينات طب هذه لصالح الموظف بعد فترة لما يتقاعد أو يصير له ظرف معين ويبطل يشتغل، فالتأمينات تبدأ تدفع له رواتب. التأمينات دي 9%، 9% المدرسة أو المنظمة تدفعها للموظف، و9% مقابلها الدولة بتدفعها من عندها، بتدفعها على أساس لما يجي يتقاعد يصير إيش ترجع له كرواتب، يعني تصرف عليه يعني. أوكي طيب، ممكن في بعض الدول ممكن يضعوا حد أقصى للأجور إذا أرادت ذلك، يعني زي ما بتحط حد أدنى كمان ممكن تحط حد أعلى للأجور حسب الدول، يعني حسب نظامها. بالنسبة لنظام دفع الأجور، ممكن جدا الشركة تدفع الأجر للموظف، ممكن جدا على أساس الوقت، يعني كثير من الشركات الخاصة يعني الموظف مثلا لما يجي يدخل للعمل أو يدخل مكتب الشركة، يعني بيدخل كرت الدخول هذا وكذا، عارفة بيودع أو بينطبع الزمن اللي دخل في الشركة، وينحسب له الوقت بالساعة، فيكون أجره بالساعة. ممكن جدا يكون أجره بالساعة، بس مو كل ساعة بيدفعوا له، يعني المهم ينحسب بالساعة، وفي نهاية الشهر بيحاسب على هذا الشيء، أو إنه يدفعوا له على أساس الإنتاج أو ما يسمى بالقطعة المنتجة. يعني في المصانع، والله أنت شاركت وأنتجت القطعة هذه، شوف كم قطعة أنتجت في اليوم، كم في الشهر، كم في كذا، فيحسبوا له هي. فهذا نظام دفع الأجور قد يكون على أساس الوقت، يعني يا إما بالساعة ممكن بالشهر، لأنه في فرق، يعني شيء اسمه أجور غير الراتب، يعني حتى بالإنجليزي salary اللي هو الراتب، غير الويجز، الويجز اللي هي الأجر. الأجر دايما بيكون على أساس الوحدة، وحدة صغيرة، يا إما بالساعة يا إما بالقطعة أو كذا، إنما الراتب هو اللي بيكون راتب شهري. طيب هنيجي نشوف الآن نظام الحوافز المادية، هنتكلم عنه إيش يعني أو إيش نقصد به الحوافز. اللي هو مجموعة من الوسائل أو الأساليب اللي بتستهدف تحفيز العاملين وتحريك سلوكهم. يعني إيش بتحفزيه؟ تقولي له والله لو أنت أنتجت أو وصلت بإنتاجك إلى عدد معين من الوحدات، أنا حدي لك زيادة في الراتب، حدي لك نسبة، مثلا حدي لك عمولة، حدي لك كذا، حارق إيه، فهمتي؟ فهذه نوع من الحوافز، أنت بتحفزيه، بتحركي سلوكه. زي لما تقولي لأخوك الصغير مثلا جيب لي كاسة موية، وإذا جبت لي موية هعطيك كذا، حديك حلاوة، هعطيك، فهمتي كيف؟ أو هدي لك أقلام وتقعد تلون وترسم وكذا، أو هخليك تلعب بالجوال تبعك، تلعب لعبة. فأنت كده بتحفزيه وتخليه يجري ويروح ويعمل كذا. فإذا نفس الفكرة، هي الحوافز هذه بتحفز العاملين وتحرك سلوكهم نحو تحقيق أهداف المنظمة. طيب الحوافز هذه هنشوفها، طبعا هي بتنقسم إلى نوعين، حوافز فردية وحوافز جماعية. ما أدري إذا أنا أديتكم فكرة قبل كده، تكلمنا عن الحوافز الفردية والجماعية في الشرح حقتكم، لما قلنا الفصل المثالي والطالبة المثالية كده شرحناها. أيوة، فهذه الحوافز الفردية والحوافز الجماعية. هنيجي نتكلم، طبعا اول حاجه نلاحظ كمان انه الحوافز الماديه مش هي فقط اللي بتحفز الفرد، ما هي فقط الحوافز الماديه. ليه؟ لانه الناس بيختلفوا من شخص لاخر، وحاجات الافراد ليست حاجات ماديه فقط، يعني الانسان ما بيسعى بس للماده، عنده حاجات اجتماعيه وحاجات نفسيه، بيسعى لتحقيق الذات، عنده طموحات، عنده اشياء يعني في نفسه. إذا مو بس حاجات مادية، أوكي؟
فحنجي نشوف الأشكال المختلفة للحوافز وحندي أمثلة منها. طيب الحوافز النقدية اللي هي تدفع للعاملين بصفة دورية، يعني ممكن أنا أديله مكافأة، أديله علاوة، أديله زيادة في الراتب، أديله زيادة سنوية، ممكن بدلات، هذه كلها حوافز نقدية. ممكن تكون مرتبطة بالإنتاج، إذا زاد إنتاجك حتاخد العمولة دي. إذا جبت لي زباين وجبت لي عملاء أو حققت لي تارجت معين في البنك، مثلا هو موظف بنك، إيش حياخد المكافأة دي أو الحوافز هذه. طيب طيب صناديق الاقتراحات، هذه يعني إيش؟ يعني أنا بدي فرصة للعاملين إنه يكتبوا لي أي اقتراحات من عندهم عشان أنا أزود إنتاجي، أو اقترحوا لي فكرة من عندكم كيف أقلل التكاليف حقتي، كيف طيب أتصرف، كيف أعمل، كيف كذا. فهذه الأشياء اللي يديني أحلى اقتراح وأحسن اقتراح أنا إيه حديله حافز نقدي، أوكي، أو أديله نسبة من هذه الوفورات اللي باقتراحه أنا حققتها، أوكي، كأنها نسبة مئوية يعني من هذا الشيء اللي أنا حققته. هو اقترح إنه أنا أعمل كذا كذا وإذا طبقتها حربح، إذا مندي الأرباح أنا حديله نسبة، فكده حينبسط، حيقترح، حيفكروا، يعني عارفة حشجعهم إنه يفكروا لي في طرق تفيد الشركة وتحقق الأرباح. غير كده الاشتراك في الأرباح كيف يعني؟ إنه أنا أدي جزء من أرباحي اللي أنا بحققها أو نسبة من الأرباح للمساهمين للعاملين هدول، أو تمليك الأسهم. أحيانا وبتسمعي كثير عن شركات، يمكن في شركة قريب سوت كده، حتى بيجيكي مسجات انه بيقولوا بنعمل اعادة توزيع الاسهم، لما بيربحوا يقوموا ايش يصدروا اسهم جديدة، الاسهم هذه بيوزعوها على العاملين عندهم، يدولوا سهمين 3 10 اسهم حسب، هي الشركة ما بتخسر شيء، بتدي له اسهم وتملكه هي، ومنها هذه حوافز للموظف انه ادائك ممتاز وادائك جيد واحنا بنديكها. الحوافز المعنوية اللي هي ايش؟ والله ادى عمله بصورة جيدة وكذا، اذا انا اديله خطاب شكر، امدحه في الاجتماع، اوفر له ظروف عمل ملائمة، ارشحه لانتدابات، ارشحه لدورات تدريبية، فكده بشجعه على انه يعني احفزه في العمل. طيب كده خلصنا الجزئية هذه، هنروح للتدريب. في أي سؤال لحد هنا؟ أنا طبعا قسمت الشرايح أو الملف إلى ملفين عشان التحميل زي ما قلت لكم قبل كده، فثواني بس. شفتوا كيف في بداية السمستر كيف ما كان راضي يحمل الملف. اوكي كده ذاكرين من السلايدات، ولكن لو في حاجة مش فهمتها ارجعي لكتابك وشوفي ايش شرحها. انا يهمني انك انت تكوني فاهمة، اوكي، عشان تعرفي تجاوبي. بسيط يعني، عموما يعني المعلومات اللي فيه يمكن كلنا فاهمينها من واقع حياتنا العملية، وعارفين ايش بيصير وايش الشركات بتعمل في التعيين وكذا. ايوه بتسألي ها ابرار؟ طيب إذا في أي سؤال للواجب أرسلي لي على الإيميل، أرسل على الإيميل وأشوف ليش أخذت كده. طيب حشمية، طبعا هذه الوظائف يعني بتنطوي أو يعني بتحتوي على مجموعة من الوظائف منفصلة، اللي هي التدريب، التنمية الإدارية، الترقية والترفيه. هناخد أول حاجة التدريب، وبعدين التنمية، وبعدين الترقية. بخصوص التدريب، تعريفه مهم جدا، التعريفات والمصطلحات، اوكي.
تعريف التدريب هي العملية التي تقوم على تزويد الأفراد. يعني أنت لما تروحي تاخدي دورات إيش معناها؟ أنت بتروحي تاخدي دورة مثلا حاسب، بتروحي تاخدي دورة لغة، بتروحي تاخدي دورة في إيش، مهارات في الذات أو مهارات معينة بتتعلميها، سلوكيات معينة. إذا بتتزودي بهذه المعلومات. إذا هي عملية بتقوم على تزويد الأفراد والجماعات بالمعلومات والخبرات والمهارات والسلوكيات اللازمة. عشان إيش؟ هذه لازمة لأدائهم عشان يقدروا يؤدوا عملهم بفعالية. يعني تيجي الشركة لو هذا الموظف لغته تعبانة أو ركيكة وكذا، تدخلوا دورات لغة وحتى يقدر يتقنها وتساعده إنه هو يتعامل مثلا مع العملاء أو مع المرضى أو مع حسب عمله. تمام؟ طب إيش الهدف منها؟ أو الهدف من عملية التدريب هو بالضبط، أيوة، زي المعلمات، كل الموظفات والموظفين دايما بياخدوا دورات تدريبية، بالذات في القطاع الحكومي. عندك معهد الإدارة العامة على طول بيعطي دورات للموظفين. طب إيش الهدف من عملية التدريب؟ هو نمو الشخص في وظيفته إيش الحالية. يعني أنت الآن موظفة كذا وتحتاجي تتعلمي مثلا كيف، فرضا الشركة دي الآن دخلت الحاسب ودخلت الكمبيوتر وكذا، أو جابت أجهزة معينة وتحتاج إنك تاخدي دورات حتى تتعاملي معاها، أو في طريقة إدخال البيانات والداتا وكذا، فلوظيفتك الحالية وليس للمستقبل. خلي بالك من المقارنة، أوكي؟ تزود معلومات ومهارات بتحتاجها وظيفتك الحالية. إذا هو يهتم بالاحتياجات إيش الحاضرة، أوكي؟ الأهداف: الارتقاء بمستوى الأداء الفردي والجماعي. طبعا أكيد لما تتدربي حيصير مستوى أدائك لك أنت وللجماعة، أوكي؟ إكساب الأفراد والجماعات معلومات حديثة مرتبطة بأعمالهم، سواء تعلمتي لغة، تعلمتي مهارة معينة، حتى لو كنت تعرفي تستخدم الحاسب. زي في كان في موظفات في شركة بالبيت لمعرض السيارات، احتاجوا يطبقوا نظام أوراكل عشان يدخلوا البيانات حقت المستهلكين وكده، فقاموا عملوا لهم دورات، لأنه برنامج أوراكل ما حد يعرفه لسه، إذا كانوا يعني ما بيكفي إنه هي بس تعرف حاسب، فأدوهم دورات تدريبية عشان يعرفوا يشغلوا هذا البرنامج ويتعاملوا معاه. طيب أنا أقول لك، إحنا أنا كأستاذة في الجامعة إيش سويت؟ دحين بدأوا يطبقوا برنامج بلاك بورد، رحنا أخذنا دورات، يعني مدة أسبوع إحنا نروح يوميا بيعطونا دورات تدريبية عشان أعرف أتعامل مع البلاك بورد. يعني ما إحنا نازلين من السما كده نعرف كل شيء، لا، كل الناس بتتعلم عشان اطور خبراتي، اطور مهاراتي، اعرف اتعامل مع برنامج جديد، كيف اتقن هذا العمل. وبالتالي اكيد حينعكس هذا على علاقات الموظفين ببعضهم على مختلف المستويات. كمان بيزيد من قدرة القائد على الاختيار من بين القواعد والاصول الادارية، يعني كيف يحل المشاكل بشكل عام لما يتدرب هو. زيادة قدرة المدير على اتخاذ القرارات الادارية. اذا حتى المدير بيتدرب، حتى المدير بيروح بياخد دورات. طيب ايش هي ابعاد العملية التدريبية؟ طبعا انا افضل برضو انكم انتوا تاخدوا الاجزاء بس اللي بشرحها هي دي اللي مقرر عليك، لانه في اشياء كده زي مستويات التدريب ملغية، تقلبي الصفحة تروحي لابعاد العملية التدريبية فورا، اوكي؟ مشي معايا في الكتاب، لانه ما هو كل حاجة بنشرحها، بناخد اجزاء صغيرة كده. طيب ذاكريها من السلايدات. أبعاد العملية التدريبية، هنيجي نلاحظ إنه بتقوم العملية التدريبية على التخطيط لها، يعني التخطيط والتنظيم والتنفيذ ومتابعتها وتقويمها. طيب التخطيط للتدريب يتطلب إيش؟ يتطلب تحديد الاحتياجات التدريبية. يعني ايش اقوم بالتخطيط؟ اي حاجة في الحياة تحتاج تخطيط. لما تبغي تدي الموظفين تبعونك دورات، مش لازم تخططي تقولي كم موظف يحتاج يتدرب، صح؟ طب انا عندي امكانيات ادفع للشركات عشان يدربوهم، طيب اضع خطط، طب ارسل مين،
طب مين هيحل محل دول الموظفين اللي هيروحوا يتدربوا؟ فهمتي كيف؟ طب ايش نوع التدريب اللي يحتاجوه؟ طب كم مدته؟ فهمتي؟ هذه هي ابعاد العملية التدريبية، لازم التخطيط لها. طيب خلاص راحوا اتدربوا، طب هم ممكن بيروحوا الدورات هذه وما بيحضروا، ممكن بيزوغوا، ممكن بيقعدوا بيشرحوا كده ويجوني بالشهادات وهم خايبين مثلا وما يشتغلوا. فهمتي كيف؟ اذا لابد من المتابعة، مش كده؟ راحوا الدورة هذه، لا انا ابغى اخذ كشف حضور، هل هم حضروا فعلا الدورات دي؟ يعني اجمع بيانات عن مدى سير النشاط التدريبي. طب اسأل المدربين هناك هذول كيف؟ كيف مشي حالهم؟ كيف انجازهم؟ كيف نفذوا؟ كيف كذا؟ واضح؟ كمان بالنسبة للتقييم اعرف يعني لما يرجعوا من الدورات هذه اتابع واشوف عملهم هذا كيف، وبناء عليه اقول والله هم استفادوا فعلا، لا ما استفادوا، زي ما راحوا زي ما رجعوا، والا يعني من هنا تقدري انت تحكمي وتقيمي عملية التدريب. طيب هنشوف الشغلة الثانية اللي هي التنمية الادارية. التنمية الادارية اللي بالك الفرق بينها وبين التدريب. التنمية الادارية هي عملية منظمة للتطوير الاداري، هذه تكون التنمية دي للمدراء ما هي للموظفين العاديين. اوكي، تمكن المديرين من الالمام بالمعارف والمهارات الادارية وتطبيقها، تساعد المدراء، والمدراء بيتدربوا طبعا، انا برسلهم بيروحوا مؤتمرات، بيروحوا احضروا دورات في القيادة، في كيفية اتخاذ القرارات، اخليهم يحضروا دورات، يتعلموا برامج مطورة تساعد في عملية اتخاذ القرار. طيب هذه بتتيح لهم التفكير المبدع، اتجاهات ايجابية عشان يؤدوا العمل هذا بفعالية. اوكي، طيب هدفها تطوير السلوك الاداري على اسس موضوعية ومواجهة التحديات، يعني المهم انه سلوكهم الاداري بيتطور وبكفاءة. طيب ايش استفيد انا؟ اني انا حتى لو كنت اخذت او رشحت مجموعة من الموظفين هدول، انا بهيئهم للمستقبل انه لما احتاج مدير او احتاج واحد ارقيه وانه يصير مدير، مثلا المدير اللي عندي توفى، المدير اللي عندي اترقى، المدير اتقاعد، المدير نقل وراح لفرع تاني من الشركة، او ترك الشغل وراح لمنظمة اخرى، اذا انا عندي احتياطي، عندي ناس متدربة، عندي ناس اخذت يعني نميتها ومرت بهذه المراحل، فكده انا اقدر اقابل احتياجات المستقبل. اذا نفهم حاجة انه التنمية هي ايه؟ التنمية بتهتم بالوظائف والأعمال المستقبلية. إيش قلنا قبل شوية في التدريب؟ يهتم بالوظائف إيه وبالاحتياجات الحاضرة، إنما التنمية تهتم بالحاجات المتوقعة والمستقبلة. إذن هي بتعمل على إعداد الفرد لوظيفة متوقعة ويؤهل لها. واضح؟ هنا هي موجودة عندك في الكتاب، بس أنا كده مفرقة بينهم وأسأل لك في الفهم والمقارنة. اللي هي التدريب قلنا إنه يتعامل مع الاحتياجات الحالية، التنمية مع الاحتياجات المتوقعة، متوقع يعني في المستقبل، يتعامل مع متطلبات وظيفة محددة، الوظيفة اللي هو فيها الآن، تبغى لغة، تبغى حاسب، تبغى برنامج، تبغى كذا، تبغى مهارات اتصال، تبغى إذن انا هروح ادربه. التنمية تتعامل مع متطلبات تنظيمية، يعني انا بدي مدير، بدي ناس يمسكوا مناصب، بدي انميهم كده لحاجة غير محددة، لربما احد يتقاعد، احد كذا، يكون عندي عمق في المنظمة، يعني ان انا اوظف على طول وعندي ناس تحل محل ناس لما يتركوا. كمان جوهر عملية التدريب عبارة عن تكيف وظيفي، إنما جوهر عملية التنمية هي إيه؟ تكيف فردي، إنه هو بيحاول يتعلم وكده، ونساعده مثلا في عملية اتخاذ القرارات، هو بيتعلم لحاله مش لوظيفة ولا شيء، وبعدين لما نحتاجه إحنا بنوظفه. طيب؟ طب إيش هي أساليب التنمية الإدارية؟ أساليب التنمية الإدارية، التنمية ممكن تكون داخل المنظمة وممكن تكون خارج المنظمة.
هنيجي نشوف التنمية داخل المنظمة. بالنسبة لداخل المنظمة ممكن التوجيه أثناء العمل، إن أنا أعرف إيش مواطن الضعف وأحللها وأساعد المدير وأقول له إنه نبعد عن هذا الشيء، نتلافى المشاكل. التركيز على التثقيف المقصود والمخطط، يعني زي تبادل الوظائف بين مين؟ بين الرؤساء. مثلا رئيس قسم هخليه يروح يمسك مكان موظف آخر رئيس برضو لقسم تاني، فيمسكوا مكان بعض، كده هما بيتبادلوا الخبرات، كده أنا بدربهم يعني وبنميهم إنه يصير عندهم خبرات أكثر في هذا المجال. بعدين ممكن أسند المهام لنواب المدراء من خلال التفويض، يعني يجي نائب المدير يفوض مين؟ مديره، المدير يفوض النائب كنوع من التنمية والتدريب له. طب نيجي نشوف التنمية خارج المنظمة زي المؤتمرات، الندوات، المناظرات، هذه كلها ممكن، حتى الندوات دي ممكن انها تتم داخل المنظمة من خلال اللجان. هنيجي للنقطة اللي بعدها اللي هي الترقية والترفيع. الترقية والترفيع يعني ايش الترقية؟ اللي هي برضو التنمية المادية للعاملين في صورة ترقيتهم الى الوظائف الاعلى مستقبلا. تمسك الموظف ده لانه والله مر عليه كم سنة يعني بسبب الأقدمية أو بسبب الكفاءة، يعني عندك معيارين، ممكن أنت بترقيه عشان كمل كم سنة في خدمة المنظمة أو ممكن لكفاءته. طيب هنشوف وظيفة الصيانة. طبعا بتتعلق وظيفة الصيانة إنه إحنا كيف نحافظ على فعالية قوة العمل في المنظمة، يعني اني انا احافظ على دول العاملين الموظفين الاداريين، حافظ عليهم ان هم باستمرار متحمسين للعمل، باستمرار عندهم رغبة في العمل. طب كيف اخليهم دائما دائما قوة العمل كده متحمسة وتشتغل وكذا؟ اذا اكيد في اشياء بتخليني ايش يعني اقوم بيها عشان احافظ عليهم. هي سموها الصيانة، زي لما تعمل الصيانة للآلات بتعمل الصيانة لمين؟ على الأشخاص، إنك تحافظي أول شيء على جسمهم، زي لما تحافظي على الآلة بتحافظي على قدرات العاملين بدنيا. يعني إيه بدنيا؟ يعني أحافظ عليهم اللي هو من خلال السلامة المهنية والأمن الصناعي، يعني لو بيشتغلوا مثلا في مناطق عالية أحافظ عليهم ألبسهم أحزمة واقية. لو بيشتغلوا مش عارفة ايه في مشاريع برا كده ألبسهم خوذة، ألبسهم جوانتيات. لو هم في مناطق يعني أو في المصنع ما في تهوية، أقوم إيش أسوي؟ أعمل لهم تهوية، أعمل واضح كده أنا بحافظ عليهم. خلق اتجاهات إيجابية لدى العاملين، إني أحمسهم أشجعهم، اهتمامي فيهم هذا بيخلي عندهم بيزيد الرضا، رضا العاملين عن العمل، عن بيئة العمل. كمان ممكن أنا أعمل أبحاث، إجراء بحوث الأفراد لتشخيص مشاكلهم وعلاجها. إذا كان في مشاكل في العمل فأنا ممكن يكون عندي إدارة خاصة بالبحوث وتقوم بعمل أبحاث واستمارات استبيان وهكذا، وتعمل دراسات وتشوف بالضبط إيش المشكلة هذه وكيف طريقة حلها. طيب هنيجي طبعا سيب الحتة هذه السلامة المهنية، عندك 3 4 صفحات، وروحي للخدمات الاجتماعية. بالنسبة للخدمات الاجتماعية طبعا المنظمة عشان تخلق اتجاهات ايجابية للعاملين تجاه المنظمة ايش بتعمل؟ بتقدم لهم برامج، لازم تقدم لهم برامج خدمات يعني بتضمن ان هم يحبوا هذه المنظمة ويحبوا الشركة ويفتخروا ان هم بينتموا لهذه المنظمة. طبعا بتختلف المنظمات من حيث عدد البرامج، الشركات الصغيرة طبعا غير الشركات الكبيرة وغير مثلا قولي مؤسسة تخطيط سعودية، شركة سابك، شركة ارامكو، شركات كبيرة ما تجي زي الشركات الصغيرة
مثلا نقول زي مين، اي شركات صغيره ومنظمات صغيره، طبعا هذيك ارامكو وكذا بتدفع تامين طبي حجمها كبير، عندها قدره على الدفع، موقعها الجغرافي، طبيعه عملها، اذا هذه كلها بتؤثر في نوع الخدمات والبرامج اللي بتتقدم للموظفين. اوكي، حنيجي نشوف ايش هي دي البرامج. البرامج طبعا عندك انواع، مهم تعرفي كل نوع ويندرج تحته ايه. طبعا هنا عندك هذه برامج اقتصادية، وعندك برامج ترفيهية، عندك تسهيلات خدمية، هذه 3 انواع. اوكي، فحيجي تحت البرامج الاقتصادية بتدخل عندك التعويضات المادية، المعاشات، التأمين، خدمات الصحة اللي هو التأمين الصحي، الحوادث، كل هذه تدخل تحت برامج اقتصادية. نيجي للبرامج الترفيهية، مثلا يعملوا لهم نادي زي أرامكو، عندهم نادي صحي، زي السعودية عندهم نادي، عندهم حفلات اجتماعية، عندهم فطور رمضان، عندهم فطور العيد، عندهم، عارفة، في برامج ترفيهية بتخلي الموظفين علاقاتهم تقوى ببعضهم البعض، تخليهم ينبسطوا وفي نفس الوقت يفتخروا بهذه إنه هم بيشتغلوا في دي الشركات، تحسسهم كده بالولاء والانتماء. مثلا عندهم جمعيات خاصة، عندهم هوايات، هذه بتدي اتجاه إيجابي ناحية المنظمة. نيجي نشوف ايش هي التسهيلات الخدمية، ممكن يقدموا لهم إسكان، يوفروا لهم سكن. طيب السعودية ايش بتعمل؟ او ارامكو ايش بتعمل؟ اسكان، اظن بتشتري فيلا وبتديهم قرض، اظن سهل لهم، المهم عملية الاسكان. المطاعم، يمكن عندهم مطاعم، خدمات طبية، في عندهم مستوصف او الميديكال، مراكز بيع خاصة بالمنظمة. طيب ممكن يعملوا لهم خصومات فندقية. طيب والله انا اللي اعرفه مثلا المدارس الخاصة، انتوا والله تشتغلوا في السعودية نديكم خصم، انتوا كذا. ففي اشياء، عارفة، بتخليه يفرح كده ينبسط. التذاكر، تذاكر الطيران، ودي اهم حاجة، اهم شيء انه انت بتسافر بتذاكر مخفضة وتذاكر رخيصة وتذاكر مجانية وحاجات. يعني مثلا ارامكو عنده الطيارات اللي هي الداخلية، الرحلات الداخلية دي مجانا، تتنقل تروح جدة، الرياض، الظهران، مش عارفة ايه. اذا في تسهيلات بتتقدم من الشركة حسب قدرتها، يعني دول اكبر شركات زي ارامكو، اظن اكبر شركة، سابق شركات عملاقة. اوكي، ممكن خصومات على المشتريات، ممكن خدمات تعليم للابناء، مكتبات. المهم هذه امثلة كثيرة للبرامج الخدمية اللي بتخلي الفرد يحس بالاستقرار وبالأمان إنه هو بيشتغل في هذه الشركة. أوكي؟ حنيجي الآن لآخر نقطة اللي هي بحوث الأفراد. طبعا إحنا قلنا إنه ممكن إدارة الأفراد بتعمل أبحاث مختلفة داخل المنظمة، إذا هي يعني متوقعة مشكلات قبل ما تحدث تقوم تعمل لها دراسة وتحاول تتوصل لحلول، وحلول علمية طبعا وعملية لهذه المشكلات، او يعني تحاول قد ما تقدر انها توصل لهذه الحلول. طب مين اللي ممكن يقوم بيها؟ ممكن ادارة الافراد نفسها، لو في ناس بتفهم في هذه الابحاث وبتسويها كان بها وخلاص، وتوفرت هذه الخبرات والامكانيات البشرية. لو لا ما قدروا، ممكن هم يروحوا لمين؟ لمعاهد ومراكز متخصصة، لو ما عندها هي كوادر يعني بتفهم في هذه الأمور أو قادرة إن هي تسوي الأبحاث العلمية، تروح لمعاهد ومراكز متخصصة تديهم الموضوع وتقول لهم والله سووا لي، أدرسوا لي الموضوع هذا، ويدوهم يعني الحلول والتوصيات حقت المشاكل دي. كده خلصنا الفصل إيش، 11، الحمد لله. يصير باقي لنا فصل واحد، أيوه والله من جد. من جد خلاص استوينا، يصير المحاضرة الجاية الفصل 12، وهذا ال 12 ملغي منه حاجات مرة كثيرة، يعني حاجة بسيطة اللي حتاخدوها.
انتوا عارفين كان في الاول لما ندي هذه المادة كان معاها 3 فصول كمان، فصل في إدارة الجودة الشاملة وفي الثقافة التنظيمية وفي العولمة، غريبة ده، والهندرة شالوا هذه كلها، ما أدري ليه قهروني يعني، المفروض تاخدوها، العولمة ومنظمة التجارة العالمية والأشياء دي، لكن للأسف شالوها كلها، يعني مش أنا، هي الخطة اللي نازلة على الموقع، حضركم إيه. فيصير المحاضرة الجاية بإذن الله، طبعا الأسبوع الجاي حرسل إيش؟ حرسل إيه؟ إيش عندنا؟ نسيته؟ اختبار، برافو.